هواياتك ايه مرو؟ انا بحب الخيل وبحب اعمل دايفنج الغطس وبحب الرسم قوي. حاجات بعيده عن البحر خالص يعني. بس خالص. كلها مكونات شخصيه مختلفه برضو قوي. ما هو يعني خيل كل المغامره والرياضه والفيزيكال فيتنس اللي محتاجه الخيل، زائد الرسم المستقر الهادئ الحالم مش عارفه ايه، زائد الغطس بكل برضو الادفنشر اللي حوالين الغطس، تركيبه بحب كده التغيير يعني. ما بحبش يعني، انا بحب الواحد يلاقي وقت مع نفسه يهدى كده، في نفس الوقت بحب حاجه تغير كده الشخصيه والمود وتغير كل حاجه. ما بحبش الروتين في الحياه، بكرهه. شخصيتك هتبقى ازاي يعني؟ هتميلي انك تخلفي ولاد كتير وتقعدي، ولا تفضلي امراه عامله، ولا تفضلي بنفس البرايد البحري ده وانت ام؟ مش عارفه اتخيلك. انا شخصيتي عامه يعني، انا دلوقتي بعمل ام بي اي ماستر ان بزنس ادمنستريشن تبع جامعه كارديف، فاوريدي بخلصها خلاص الماجستير بتاعي. فانا عامه ما بسيبش حياتي كده يعني، دايما يبقى عندي بلان اي وبلان بي كل حاجه. فانا كشخصيه ان انا يبقى في يوم عندي بيت واسره واولاد زي اي بنت طبعا، اكيد دي حاجه طبيعيه. فانا مش ملهاش علاقه خالص ان انا اسيب المجال البحري. لا، انا بحضر ماجستير وهحضر دكتوراه وهيبقى وعايزه اشتغل في قناه السويس الجديده طبعا، يعني ينوبني ان انا ابقى حاجه زي كده في بلدي عظيمه ان انا اشارك فيها، وان شاء الله هيبقى لينا فرصه فيها باذن الله يعني. عندي امل. فان انا بعمل الحاجات دي كلها عشان اما في يوم من الايام ابقى في مكان اقدر افيد فعلا بيه البلد، مش ابقى محطوطه وخلاص واجهه وخلاص. لا، انا يبقى عندي الامكانيات اللي تسمح لي ان انا افيد بيها واستفيد في نفس الوقت. الفنون عامله ايه في حياتك؟ تحبي ايه؟ الفنون من ناحيه يعني تحبي ايه غير الرسم؟ الرسم، بحب الميوزك الحلوه، بحب عمر خيرت قوي، بحب اسمعه يعني. بحب عامه المزيكا الهاديه قوي، الحاجات اللي بتدخل في التشيل اوت، حاجات اللي بتدخل في مود حلو. ممكن تاني ما اعرفش يعني. السينما عامله ايه معاكي دلوقتي؟ لا، ما بتفرجيش؟ ما بتروحيش؟ ما بقالي كتير قوي يعني، يمكن بروح كده لو صحابي اتلمينا، فاللي هو مروح احنا رايحين موفي فيلا بينا. فماشي. انت عايشه فين اصلا؟ في اسكندريه ولا فين؟ لا، القاهره. في القاهره. بتسافري بقى في فتره الدراسه؟ انا خلصت اتخرجت. لكن فتره الدراسه كنت قاعده في اسكندريه؟ كنت قاعده في اسكندريه. في السكن بتاع الاكاديميه، جوه الاكاديميه. مروه، المواصفات اللي في شخصيتك دي بتقول لي في عيله وفي اب وام مختلفين جدا، احكي لي عنهم. ده حقيقي فعلا. انا بابايا شخصيه كده، هو يعني يمكن شخصيتي اتربيت على ايده قوي في حته الشخصيه. شخصيته جامده كده، وبيعرف يتفاهم وبيعرف ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، وبيحترم قوي ان احنا كل واحد ياخد قراره بنفسه يبقى قد المسؤوليه. علمني اتحمل مسؤوليه. ده اللي اقدر الخصه. صاحبك جدا يعني، انا وهو اصحابه بنقعد نحكي مع بعض. ولا يعني لو وانا كمان صاحبته يعني. مامتي شخصية ظهري من الآخر يعني، أنا أتحمل مسؤولية وأرميها عليها على طول. اللي هو أول ما بقع في حاجة هي تداري عليا بقى، تسند تساعدني، يجي لي مثلا اكتئاب، لا أحب إن أنا أبان إن أنا ما عنديش مشاكل وكده. هي أكتر واحدة بتحس بيا تيجي تقومني يعني، هي دايما كانت. إيه الفرق بينك وبين إخواتك الصبيان أو أخوكي؟ مروان أخويا هو كبير، ف يعني عندنا كده إيه طقوس الاخ الاكبر وبتاع، الدلع بتاع الكبير في البيت ده. فلكن انا وهو مثلا، احنا هو شخصيته هاديه كده، انا تحسين فيه شويه. انتوا بس انت ومروان؟ لا، وفي ركان بقى الصغير. ده بقى الدلوع بتاعنا طبعا. ده الصغير ده خلاص بقى. كويس ان انت جيتي الوسطانيه بس البنت الوحيده، فانت واخده حقك يعني، تالت ومتالت. بالعكس، انا بحس ان انا بقى يعني واخده الايه، ان انا البنت الوحيده بس الكبيره، فاللي هو بتعامل معاه بتعامل معاملة شوية في مسؤولية يعني، بس بتدلع برضه يعني، ما يمنعش. اللي هي جزء في الدلع يعني. ظاهر ان اللي بيعملوا الحاجات اللي هي السيرفيز دي والقياسات ومش عارفة ايه، يقول لك اكتر 10 دول في افريقيا او مش عارف فين احلى بنات فيهم مش عارفة ايه، فما مصر تيجي في المرتبة الاخيرة مثلا. اللي ما يشوفش من الغربال يبقى عم انتوا ايه بيشوفوا مين دول؟ انا مش عارفة يعني. فخوره قوي وسعيده قوي بيكي يعني، وحاسه انك بنتي، وحاسه ان انت عامله زي بنتي شويه يعني، و
وشايفه انك انت ممكن تكون انت رول موديل، ما اختلفناش يعني، انت دلوقتي اوريدي اصبحتي رول موديل، لكن لو انت شايفه بنات محتاجه نصيحه ممكن تقولي لهم ايه؟ انا شايفه شويه ان احنا عندنا البنات في مصر هما جدعان جدا، انا شايفه كده، بس شويه اما بيتواجههم صعوبات في احلامهم بييأسوا يعني. انا طب ليه اليأس؟ واكيد انا مريت بالمرحله دي في حياتي يعني، اكيد انا ما خدتهاش عندي باور وبوزيتيف باور في كل حاجه، بس بس في وقت الواحد بيجي له اكتئاب وبيجي له بيتعب من حاجه وبيزهق من حاجه، بيحس ان كل حاجه متقفله في وشه، بس ليه اليأس يعني؟ انت عايزه توصلي لحاجه وشايفه ان انت بتحبي الحاجه دي، ما توصلي لها، حاربي عشانها فعلا، عشان اما توصلي لها تاخدي ثمره نجاحها وتحسي بنجاحها وتحسي ان انت وصلتي لحاجه انت نفسك فيها. حتى لو الحاجه دي غريبه عن المجتمع اللي انت عايشه فيه او غريبه حتى عن اهلك نفسهم، اهم حاجه رضاهم طبعا، بس يعني ما انت ممكن لما يشوفوكي ناجحه تكسبي رضاهم. تخيلي لو انت كنت اتولدتي في عيله الاب فيها متجدد ومتزمت، وفكرة انه بنته تبقى قبطان دي كوقت تبدو وكأنها الانحلال والانحراف والخروج عن كل تقليد يعني، تفتكر كان هيبقى نفسك القدرة عندك على المقاومة او الاصرار؟ انا هقول لحضرتك على حاجة، انا بابايا في اول ما دخلت الكلية هو احترم قراري جدا يعني، هو احترمه، بس هو اب ومصري، فاللي هو احساسه برضو كأب وهو خايف وقلقان زي اي اب برضو بيجيله فتره اللي هو لا متضايق من الموضوع، متضايق انه هيبقى قلقان عليا، بس انا عشان كنت عايزه الموضوع وكنت فعلا حباه وانا بعمله، هو ما حسش بالحاجه دي غير يوم التخرج بتاعي يعني، وكل ده محترم قراري ومبسوط عشان انا مبسوطه، بس يوم ما كان مبسوط من قلبه وشفتها في عينه انا بقى حسيتها في عين بابايا، هو يوم التخرج بتاعي، يوم ما شافني خلاص بتخرج وشايف ان انا وصلت للي انا عايزاه او بدات خطوه في الطريق اللي انا عايزاه، هو ساعتها بس اتبسط. لا بس هو برضو الموديل اللي انت بتحكيه ده مختلف شويه، لانه هو قد تكون اللي انت طلبتيه مش في قناعته خالص خالص ومش متخيل، ويمكن شايفك بتحلمي او بتهجصي يعني، لكن هو في الاخر ما وقفش، ما حطش على رقبتك مقصله، ما وقفش، ما قفلش عليكي باب، ما مدش ايده عليك يعني. لا انا بتكلم على موديل تاني، على اللي هو حد رافض بقى خالص وقافل تماما، اللي هو المتزمت الاسد الغضنفر اللي قاعد في البيت بيزعق بس وخلاص ما بيعملش حاجه تانية. ما هو شخصيه زي كده انا يعني، انا تفتكري ليه اسف عليهم يعني؟ اكيد انا ببقى متضايقه ان لان في بنات كتير قوي احلامها ممكن فعلا تتدمر بسبب الناس اللي حواليها او اهلها او انه حد يخليها توصل ان هي تيأس عن الاحلام دي، بس انا شايفه ان هي مثلا لو بتحبه بتحب المجال عمل معين ماشي، ممكن تغير يعني تغير شويه الخط يعني، مثلا واحده بتحب ملاحه بحريه تشتغل تبع حاجه تبع ملاحه، ما اصل انا مش هقول لها يأسي خالص، وما دام هي مش قادره توصل ده وحاولت بكل السبل انها توصل مش عارفه، شوفي حاجه ليها علاقه بالمجال البحري عشان وانت شغاله فيها تبقي قريبه من الحاجه اللي بتحبيها، وفي باب مفتوح. يمكن يوم من الايام اما يوصل لك ان انت بابك يتفتح وباباكي يعني يوافق، او انت خلاص تبقي قد معتمده على نفسك في كل حاجه وشايفه ان الحلم ده ما فيهوش اي حاجه غلط، هتوصلي له من مدخل تاني وربنا هيساعدك فيه، فانا شايفه انك ما تبعديش عنه قوي يعني، ما تروحيش في حته بعيده عشان اما تحبي توصلي له تفتحي باب تاني يعني. طب مروه عايزاكي تقولي لي البحريه فيها حتى التجاريه يعني، التجاريه بالذات معرفش بالذات ولا لا، لكن في طقوس لذيذه قوي يعني، مثلا زي ما قالوا لنا انه لحظه افتتاح القناه كل المواني في العالم هتطلق سراين المراكب، انه مثلا انا شفت المراكب في البحر المتوسط مثلا في الكوت دازيور مثلا الحته الجنوب فرنسا ده، يجوا في يوم مثلا الكريسماس، يجوا في يوم 14 يوليو مش عارفه ايه، ليهم طقوس يتلموا يطلقوا سراين في وقت معين كلهم ويعملوا سالوت بشكل يعني، ايه الطقوس دي؟ ايه هي؟ هو انا هي بتختلف من كل بلد لبلد، انا يعني اكيد انا ما اعرفش كل البروتوكولز بتاعت كل بلد، بس هي اكيد بكل بلد بتحتفل بطريقتها، بس انا هتكلم عن احتفال قناه السويس لما انا حضرته يعني، اول حاجه اللي انا عشتها
حيه قدامي. هي كانت احتفال بافتتاح قناه السويس الجديده، واحنا لما كنا ماشيين كانت كل المراكب فعلا بتدي صوت ده وبتدي صوت البوق ده واللانشات البحريه بتلف حوالينا والطيارات من فوق الحربي كانت برضو عامله شو حلوه قوي. فانا شفت ان هي دي الفرحه يعني. هو ده كان النظام. حتى احنا قبليها بيوم عملنا بروفا وكان نفس الطريقه ونفس كل حاجه. فكانت تحسي ان انت كده حاجه المراكب بتتزف يعني. كانت فرحه اللي هو اللي فيها بجد. والطيارين الحربي كانوا قعدوا يعملوا واحنا ماشيين في البروفا، قعدوا يعملوا قلوب في الجو والوان في الجو. كانت قد ايه حلوه بجد يعني، اللي هو انا تجربه عشتها مش هنساها طول عمري يعني. بتهيألي انه الطقوس دي برضو فيها سحر وجاذبيه مختلفه جدا عن الارض، حاجة لذيذة يعني. اكيد هو الناس بس فاكرة ان احنا مثلا ما بتبقى في مراكب في البحر هما ما بيتواصلوش، او عارفين ان هما بيتواصلوا ببعض بس مش متخيلين قد ايه في نظام. يعني لا، هو البحر منظم جدا اكتر مثلا من الارض يعني، اكتر من الحاجة البرية. واحنا في طريقة اتصال بيننا، ممكن كلنا نبقى على نفس الشانل في الـ VHF ونقعد نتكلم مع بعض. فاكيد في الحالة اللي زي اللي حصلت دي هم لا، هو في نظام وعارفين بيمشوا ازاي. وبالذات في شرم والغردقة عشان الدايفنج كتير قوي، فهم عارفين هينزلوا ازاي وعارفين، وهم اصلا كلهم عارفين بعض وكلهم زي اسرة مع بعض يعني. فاكيد هي حاجة زي كده لازم كلهم يتوحدوا فيها. لو نسبة 1% دي روح بني آدم يعني، وروح طفل كمان. ونفس يعني الطقوس دي لو مثلا سمعتوا ان في مركب في مأزق، مركب في مأزق دي ماي داي دور مش كده بالظبط. ولو واحد وقع من على مركب مان اوفر بورد، هتلاقي كله بيبلغ عشان احنا ممكن لو عدينا يبقى المركب اللي جاي بعدينا ما تخبطوش. ما هو ممكن ما يبقاش معاه اي حاجه تبين ان في واحد. فلا، الحته دي بيتعمل عليها سبوت، وان المركب تبعد عنها خالص عشان احنا لغايه ما ندور عليه، واي مركب تانية لو لقيته برضو بتطلعه يعني. هو الحاجات دي كلها لا، هو تسيبه انت واقع طيب. لا، لكن الحياه في البحر لا، هم كلهم بيساعدوا بعض. اهم حاجه الارواح يعني. اهم حاجه طبعًا. كل حاجه في الارواح على البحر يعني. عايزه ارغي معاكي 14 سنه. وانا كمان مبسوطه والله العظيم بيكي والله، والله وانا سعيده كمان. ربنا يحميكي حبيبه قلبي يا رب، ويحفظ لك ابوكي وامك واخوكي، لان دول ناس مختلفين ونفسنا منهم يعني يبقى في منهم كتير. ربنا يخليهم، فبالتالي يخلفوا لنا كتير كده العيال الحلوه دي. خلاص بطلوا خلاص. لا غير اللي يعني بعديهم بقى يجيبوا ان شاء الله. اجيال اجيال ورا اجيال كده يا رب ان شاء الله. نورتيني يا قمرة. أنا مبسوطة إني جيت مع حضرتك الحلقة دي، وكان ليا الشرف إني أتعرف على حضرتك وأحضر معاكوا الحلقة دي حبيبة بجد. حبيبة قلبي يعني. والله أنا اللي ليا الشرف. أه لله وتعالى ليا الشرف والله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي بجد، أنا مبسوطة يعني.